مساء الخير على حضراتكم، مرحب بكم من جديد. وصلنا لفقرتنا الحواريه. بعد بكره عوده المدارس، الوزاره حطت خطه لتطوير المناهج وتطوير التعليم وتحسين العمليه التعليميه زي تحديث المناهج الدراسيه عشان نواكب بيها التطورات التكنولوجيه زي ما قالت الوزاره. هناقش موضوع الاستعداد لبدايه العام الدراسي الجديد، وبطبيعه الحال هو ده اللي بيشغل بال كل الناس، وفي القلب منه حال الثانويه العامه بعد دمج مواد التخصص وغير ذلك، مع ضيوفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور طلعت عبد الحميد الخبير التربوي والاستاذ العلوم التربويه بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، نورني. معانا كمان الاستاذه الدكتوره بوسينه كشك الخبير التربوي والتعليمي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، منورنا. منورنا يا دكتور طلعت. الله يبارك. خليني ابدا من عندك يا دكتوره، قولي لي بعد التغييرات الجديده في النظام التعليمي ده هينعكس ازاي على العمليه التعليميه، وايه المطلوب من الطلبه واولياء الامور مع بعض؟ تمام. الاول عايزه اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالف خير. والشعب المصري كله طيب بمناسبه المولد النبوي وبمناسبه بدايه العام الدراسي الجديد والايام المباركه، ربنا يجعلها ايام مباركه وسعيده علينا يا رب. اللهم امين. كل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري العظيم بخير. وحضرتك طيب. عايزين نقول ان اي تغيير في الدنيا في اي حاجه بيقابل فريق معارض وبيقابل فريق مؤيد وبيقابل الكتلة الحرجة اللي هي ولا معارضة ولا مؤيدة ومستنية تتفرج. ايوه. احنا التغييرات لسه ما حصلتش، لسه هتحصل، لسه هتطبق. فما نقدرش نحكم عليها وهي هي على الورق. على الورق. لم تطبق بعد ولم يصدر بها اي بيانات رسمية. ولكن كلمة التغييرات هتسبب او مسببة توتر للمعلمين، مسببة توتر لأولياء الأمور، مسببة توتر للطلاب. وأي عام دراسي هيبتدي بتوتر هيبقى كلنا في حالة من عدم الاستقرار. صحيح. وشدة. وشدة وحرقة أعصاب، وأولياء الأمور بيخبطوا في بعض وبيخبطوا في دماغ ولادهم. فأنا عايزة أقول إن إحنا نهدأ تماما لحد ما يبتدي العام الدراسي ونشوف مدى ونسبة التغييرات اللي فعلا على الواقع. لأن الإشاعات كتيرة جدا، والإشاعات كلها هدفها زيادة التوتر في الشارع المصري. ولي الأمر والطالب لو سمحتوا نهدى، لأن العام الدراسي هيبدأ، لازم نكون هادين ونشوف المطلوب من الطالب أنه يذاكره ويعرفه، ونقسم السنة صح، ونقسم توقيتنا صح، وما نقلقش وما نتوترش. تمام؟ في تغييرات، في تغييرات اتمنى ان هي تكون للاحسن. وانا زي ما انا ثابت على موقفي يا استاذ محمد، مفيش تغييرات جذريه، هي كلها قص ولزق. انا قلت الكلمه دي قبل كده وما زلت بقولها. قلتها معايا، قلتها في اكتر من لقاء واكتر من، فانا ثابت هي كلها قص ولزق. بحط ماده على ماده، بشيل ماده من ماده، لكن انا قبل كده قلت لابد من تغيير نظام الثانويه العامه تغيير شامل كامل. امال اللي حصل ده؟ ما هو ده تغيير شامل اهو. لا يا فندم، طول ما الطالب نجاحه 100% في الورقه بتاعه الامتحان التحريري، احنا ما عملناش تغيير. وولي الامر اخر السنه هيروح لكل سبل الغش الممكنه علشان يغشش ابنه في الورقه دي اللي فيها مستقبله. هيغششه ازاي لو درسنا يا فندم يا استاذ محمد بالسماعات الالكترونيه وخلافه؟ طبعا كل حالات الغش بتقبض عليها وبيتمسكوا وكل يعني الطرق. يا رب اتمنى ذلك. ولكن أنا بقول خلينا زي الدول المتقدمة، الطالب في الهاي سكول تخرجه لا يعتمد على ورقة امتحان تحريري أبدا، أخليه يعمل مشروع وعليه درجات، مشروع يخدم المجتمع. أخلي نسبة حضور في المدرسة عليها نسبة درجات، أخلي يعني اختيار الكلية اللي عايزها. حاجات طرحناها قبل كده، لكن احنا في وضع قائم دلوقتي، القائم الهيكله الذي حدث، ونتقبل التغيير اللي هيحصل. ازاي احنا نتاقلم معاها وانعكاسها هيكون ايه على ولادنا؟ اركز بدنا. اركز بقى. انا مين؟ انا عايز علمي ولا ادبي؟ انا الطالب بيدخل ثانويه عامه يا استاذ محمد وهو مش عارف هو عايز ايه، ولا عايز يروح فين، ولا عارف، يقول لك حسب مجموعه. طيب دكتور طلعت، ايه التحديات اللي هتواجه المعلمين في تطبيق التعليم المدمج، وازاي ادمج واعد الطلاب للتكيف والتعامل معاه؟ هو الحقيقه اللي بنتكلم فيه ده كلام موسمي. يعني ان شاء الله السنه الجايه هنتكلم في نفس الموضوع. ليه؟ ازاي؟ مش فاهم. لانه انا ما بشوفش من سنوات طويله تغيير جذري في المنظومه التعليميه. يعني الدكتوره قالت لك ده اصل ولازم. لا، اللي بيحصل
انه احنا بالفعل اكتر من حكايه قص الجسد. طب خلينا في فيما حدث، يعني هو موجود دلوقتي اعاده هيكله حدثت والجميع ينتظر نتائجها. هنا بقى السؤال، ازاي يعني ايه هي التحديات اللي هتواجه المعلم؟ ده كان سؤالي لسيادتك. ايوه. في تطبيق التعليم المدمج، ازاي ادمج واعد الطالب انه يتكيف مع ويتعامل مع كل هذا؟ هي وانت رجل تربوي يعني. هي المشكله انت في نظام بيتحط، طب المعلم فين؟ طب معلم المعلم اخباره ايه معاكم؟ طيب الاعداد بتاع المعلم شكله ايه؟ انت بتكلمني عن خريجي كليات التربية، في دورات وفي امتحانات بيخشوا يقدوها، والمعلم اللي حتى اتعين قريب معلم مساعد يعني حتى هو مش على درجة معلم. هي احنا بنتكلم عن مصر جديدة، يبقى نتكلم عن شيء جديد غير اللي قبل كده. احنا عارفين الدورات شكلية، الحضور فيها شكل. بس يا فندم برضو شوف، انا دي مرة ثالث مرة هسألك نفس السؤال، ايه التحديات اللي هتقابلهم؟ التحدي انك اللي هتقابل المعلم انه يطبق التعليم المدمج. انت بتقول له تعليم مدمج، هو يعرف ازاي يعمل دمج بين الجغرافيا والتاريخ؟ دربته عليها؟ اقول لك حاجه، لازم ادربه. يعني ابسط حاجه، انا كنت بدرس أبسط. المدرس بتاعي في ثانويه عامه في مدرستي، طبعا مش هينفع اقول اسمها، كان بيدرس جغرافيا وتاريخ. لا ده موضوع تاني. لا ده موضوع تاني. انا بتكلم وانا من الاجيال القديمه يعني. انا بدي لا انا بدي مثال عشان اقول يا اخوانا المساله ما هياش مهنه من لا مهنه له، خصوصا في التربيه وفي التعليم اللي هي بتكون مواطن، هو اللي هيشتغل في المصنع وهو اللي هيزرع وهو اللي هيحصد. فانت بتتكلم موضوع التعليم ما هواش قضيه يلوكها من لا مهنة، مش قضية هينة يعني. بس دي قضية أمن قومي طبعا، مش مجرد خط أحمر حتى. لا دي أمن قومي طبعا، تعليم الصحة. وبالتالي ما ينفعش إن كل وزير يجي يعمل لي حاجة جديدة. هنا ده برضو حضرتك مش عارف ليه بتجاوبوا عن حاجات انا ما سالتهاش. انا بسالك برضو للمره الرابعه، ازاي المعلم يواجه الكلام ده؟ ازاي ادمج الطلاب وعدوهم انهم مش هيعرفوا؟ ما هو انا ليه مش خبير تربوي يا فندم؟ ليه بس استاذ كبير يعني، مش هيعرفوا يعني. مش هيعرفوا ليه زي. انت دربته على ده، انت دربت المعلم ان ازاي يدمج، فهمته كيمياء يعني ايه وفيزياء يعني ايه والدمج بتاعه يعني يبقى ازاي. ده منهج اسمه منهج، ده مش بصماجي يعني، ده معلم كبير لا يعني. لا لا في يعني نوعين من طبعا التكوين. مدرس الفيزياء عارف يعني ايه كيمياء، لا 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 عارف يعني ايه احياء. التكوين انت بتتكلم مدرس الكيمياء، مدرس الفيزياء، مدرس الجغرافيا، بيعدوا عندنا احنا عندنا في كليتنا قايم على حاجه اسمها مواد دراسيه منفصله. مواد دراسية منفصلة، كل مادة منفصلة عن التانية. اللي انتوا عايزين تعملوه دمج اسمه بندرسه منهج تكاملي. منهج تكاملي انه هو بيبقى المواد مدمجة في بعضها، ويقدر هو انا مثلا عشان تلحق تعمل الكلام ده في الوضع اللي احنا فيه، انت في مدرس تاريخ خليه يدرس تاريخ، وفي مدرس جغرافي خليه يدرس جغرافي، بس اطلب من الطالب ان يعمل لي خريطة جغرافية عليها الاحداث التاريخية. يعني واخد بالك يعني 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 انت عندك خلاص انت اتقنت جغرافي وتعرف تعمل خريطة، خلي بتاع التاريخ يقول له بقى حط لي الوقائع التاريخية على الخريطة، على الخريطة دي. هنا هنا انت بتخلي الطالب هو اللي يدمج. انا بكلمك انت في مأزق دلوقتي. انت خدت قرار، قول لنا بقى ايه وانت يعني بتقول الناس دي بيجي يتعلموا عندنا في الكليه. ايوه، قول لنا ايه اللي المفروض نعمله. الحقيقه انا مش عايز اعمل حلقه ولا بامانه لحضرتك كل الدكتوره، انا مش جاي انتقد موضوع حصل على خلاص وطلع بيه قرارات، ولكني جاي اكون عامل مساعد ازاي انجح هذا المشروع. لان ده الحقيقه يعني مردوده على حضرتك وعلى اولادك واحفادك وانا نفس الكلام وعند الدكتور على كل المصريين يعني. كنت اتمنى انه اللي بيعملوا الكلام ده يطلعوا على الخطط والاستراتيجيات اللي احنا عاملينها مع الاليكسو، وخصوصا اللي هو بتكلم فيه كنت عن المنهج التكاملي. المنهج التكاملي ده احنا عاملين فيه ورش عمل في بعض الدول.
يعني في عمان طلعوا مجلد. نطبق يا فندم على الارض ازاي؟ نطبق ازاي؟ انت على فكره عندي اسئله كتير. لا وحضرتك لسه في اول سؤال. ما هو صعب الوقت مش هيلحق لانه انت بتتكلم على حد عايزه ينفذ غير مؤهل، فاقد الشيء لا يعطيه. هتحفظ على غير مؤهل؟ لان الحقيقه ده الحقيقه اساءه لكل معلمين لا مصر. لا انا مش هقبلها. غير مؤهل مش هقبلها. غير مؤهل للعمل في المنهج التكاملي، هو تم اعداده على مواد دراسيه منفصله. يا دكتور ما اقدرش اجزم بده والله، ما اقدرش طيب اعممه عشان السؤال ده. لازم يعني ما نعممش، خلينا نقول من عشان البعض. كده عشان كده نقول البعض. عشان كده بقول لك الحل. بدي مثال، بدي مثال مدرس الجغرافيا اللي هو تمام. تم اعداده كده، خليه يعمل الخريطه، يحط لي الوقائع التاريخيه على الخريطه دي، برضه مواد دراسيه منفصله. طيب خليه يحط دكتور هنا، يبقى طيب. الطالب هو اللي هيعمل لكم الدمج اللي انتوا عايزينه. اشكرك يا فندم. يا دكتوره عاوزين نعرف يعني نتعرف اكتر على اهميه التعليم المدمج اللي بيجمع بين الحضور المدرسي والتعليم عن بعد او التعلم عن بعد. تمام. التعليم المدمج شيء ممتاز ينزل يتطبق في الميدان صح، وهتبقى حاجة رائعة. تمام. لو اتطبق صح، لو اتطبق التعليم المدمج صح، أولا نمرة واحد هيساعد الطالب على التوجيه الذاتي لنفسه، إزاي يتعلم بنفسه. النهاردة الطالب لوحده بيفتح الموبايل، بيبقى قاعد في الحصة فتح الموبايل على النت. لا طب ما أنا هخليه يفتح على النت بقى عشان يتعلم. أيوه. فهتبقى شيء ممتع بالنسبة له، وخاصة انه كله قاعد على الانترنت 24 ساعة. فبدل ما يقعد على النت 24 ساعة في مواقع ملهاش لازمة، هيقعد على النت ويدخل على الموقع اونلاين التعليمي ويتعلم. يبقى دي حاجة ممتعة بالنسبة له، هيبقى نوع من المتعة في التعلم. هتزود الادراك الذهني والفكري عند الطالب. تمام. الادراك الذهني والفكري دي مش حاجة قليلة، ده بناء جدا يعني، ده بناء شخصية. فالتعليم المدمج شيء رائع، ان الطالب يكون التعلم ما بين الفصل والمدرس وفي الحضور زمايله، وما بين ان هم يتقسموا مجموعات اونلاين ويبقى فيه تعلم اونلاين، بس يتطبق بطريقه صحيحه. وهرجع لاهميه يستتبعوا التطبيق بالظبط. ما انا بقول يتطبق صح، انا قلت اقول كلمه يطبق جوه الفصل، يطبق بطريقه صحيحه. وعندنا على فكره زي فما في المدارس الدوليه نماذج رائعه من التعلم اونلاين، ليه ما تبقى في المدارس الحكوميه؟ ما المدارس الدوليه بيعملوا تعلم مدمج، ما نعملها. وفي تعلم اوريدي، في تعلم مدمج بس بطرق مصغره، لا نكبره بس نطبقه صح. صحيح. ده هيتم ازاي يا استاذ محمد؟ بالرجوع لسؤال حضرتك اللي فات، نعمل ورش تدريبيه للمعلمين اسبوعيا. تمام. ده بقى اللي انا كنت بقوله للدكتور طلعت، واحتكاك. احنا دلوقتي بدانا نعمل له ورش تعليم. خلاص بقى قول لي بقى يا فندم ازاي نطبق بنجاح. امسك بس دي، انه ما يبقاش زي ما احنا متعودين في انه التدريب اسبوع او اسبوعين. لا لا، اسبوعيا. انا بقول اسبوعيا. فهو اسبوعيا، كل يوم سبت مثلا، بحيث يبقى المعلمين في ورشه احتكاك، هم بيدرسوا البعض، يقف المدرس لزمايله يعملوا احتكاك، يعملوا نموذج لفصل. هو ده اللي المقترحات اللي عايزينها يا جماعه. بالظبط كده، المدرس يقف يدرس زمايله ويبدلوا ادوارهم كان الطلبه موجوده، عشان يجهزوا نفسهم. بالظبط كده، عشان لما يقفوا مع الطلبه ما يتكسفوش ويطبقوا صح ويدخل على النت صح. اساتذه المناهج بيتكلموا عن التعليم المصغر. اكيد، بس عايزينه بقى في التعليم المصغر، في المدارس التعليم المصغر، ان هو عايز يطبق حاجه فبيعملها على مستوى مايكرو صغير ويطبقوه هم وبعدين. ارجو من المسؤولين في التربيه والتعليم عدم اعتبار التدريبات سبوبه للمدرب، ولكن لو سمحتوا دربوا المعلمين في ورش تعلم صح وورش احتكاكيه صح، علشان يعرفوا يعلموا الطلبه. يا دكتورة، التعليم المدمج شيء رائع. قولي لي يا دكتوره. تمام. يعني حصل تغييرات في المناهج وزي ما قلنا في ده، يعني حصل دمج مواد. تمام. ومؤكد التغيير مفترض انه له هدف. تمام. هل بتشوفي ان المردود هيكون ايجابي؟ اتمنى هنقدر نحقق هدف الهيكله اللي حصلت دي. احنا كلنا في انتظار النتيجه. وعشان نحققها محتاجين ايه؟ كلنا في انتظار النتيجه. أيوة. وعشان نحقق نتيجه صح، المعلم قبل ما يدخل الفصل يبقى مقتنع باللي حصل. واحد من واحد لمية المعلم لو مقتنع هيوصل المعلومه صح، ويوصل الطريقه صح، وينجح الدنيا. كان عندنا ازمه في عدد المعلمين. تمام. اعتقد ان بدات تنفرج قليلا. اتمنى بالتعيينات الاخيره. اتمنى مش فاهم يعني ايه اتمنى. اتمنى انفرجت بعدد مؤخرا، تم تعيينه عدد كبير يعني. تمام. هل ده مش هيكون له
اثر في عمليات التطبيق اللي حضرتك بتقوليها او سد العجز في المدرسين؟ انا بتمنى يا استاذ محمد المعلمين الخبره تربويا اللي اتدربوا وتربوا على ايد المعلمات. حضرتك فاكر معلمات الاطفال زمان مدرسه المعلمات؟ ايوه دول طلعوا معاش. دول طلعوا معاش. اللي جاي كله شباب صغير، والشباب الصغير ده انا قعدت مع ناس منهم جايين يدرسوا عشان ياخدوا فلوس ويدرسوا دروس خصوصيه، خارجين من الكليات هم برضه مش كده؟ ودرس لهم اساتذه. ده اللي انا عايز اقوله بقى، اساتذه مناهج. ده اللي انا عايز اقوله بقى كده ولا ايه يا دكتور؟ يا استاذ محمد عشان كده كنت بقول لسيادتك بقول لحضرتك اتمنى ليه؟ لاني اتمنى ان المدرسين اللي دول يكونوا من خريجين كليه التربيه، ما يكونوش من حتت ثانيه. طيب تمام فقط. تمام تمام. بس المشكله اللي عندنا انه احنا بنطبق، بنتكلم كويس، بنكتب كويس. عايز تقول التطبيق؟ التطبيق مفيش. ليه؟ ضعاف. ليه؟ 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 لانه التعليم مش مهنه تمن لا مهنه له. مش انا ادخل حد من لان عندي عجز او ما اجيب حد من الشارع. يعني انا لما اجيب خريج كليه علوم يدرس كيمياء ولا فيزياء ولا احياء، لا يبقى انا جايبه من الشارع؟ لا بس كده كده معناه، وما اعتقدش ان في حد اتعين من الشارع. هقول لحضرتك برضه كل الاحترام للجميع. يعني هقول لحضرتك لانه انت كده لما بتقول انا بجيب مدرس خريج علوم ويخش يدرس كيمياء، هو عنده تاهيل تربوي يا اخوانا؟ التعليم مش كويس. مش تعالى بقى قول لي يا دكتور. انا ملاحظ ان كل كلامك هو نقد فقط. ايوه مفيش حل. ايوه لا حك انت خبره كبيره قول لي الحل. تحب تسمع؟ انا النهارده جايب مدرس من كليه خريج كليه علوم، ماشي، خريج كليه اداب، عايزين نحل، محتاجه اهله تربويا صح؟ عايزين تحلوا بجد؟ عايزين تحلوا بجد؟ انا قلت انا انت عارف ان انا خبير في 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 حتت كتير. ايوه طبعا. منها احنا عاملين خطط وعاملين استراتيجيات وكنت بعمل برامج وبنطبقها. أيوة. وطبقناها في دول كتيره. أيوة. حد يستعين بيها؟ يعني ابسط حاجه، ابسط حاجه لما كنا بنتكلم عن المنهج التكاملي كان معانا الوزير بتاع التعليم، كنا ساعتها في عمان وشاف اللي انا عامله. طب ما تطبقوه. فهنا انت بتتكلم إذن يبقى في فلسفه. انت بتتكلم عن اليات. هل الاليات دي سر؟ لا انا اسف يعني لا سر. لا ما تقولها لنا يا فندم. لا واحنا هنا موجودين النهارده انه عشان نقول الكلام ده. اللي بيتخذ قرار ولا سيادتك محتاج ان انا بس ارفع عليك السماعه كوزاره التعليم يا دكتور، تعالى قول لنا الاليات اللي عندك. اللي بيتخذ قرار. لا 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 ما حدش بيسالنا، خلينا اهو ما احنا بنقول اهو، يمكن الناس تستفيد. ما حدش، لا انا كل اللي بقوله يشوفوا يطلعوا، وده موجود دلوقتي كل حاجه على النت. شوفوا الخطط، شوفوا الاستراتيجيات، شوفوا البرامج، اللي يعجبكم طبقوه. واحنا تحت امركم في اي استشارات. طيب خليني محمد معلش عايز اقول حاجه. في ماده اسمها علم النفس التربوي. أيوة. لكل مرحله. صحيح. الشباب المدرسين الجداد اللي احنا خدناهم دول هيشتغلوا، اخدهم ادلهم علم نفس تربوي للمرحله اللي هيدرس. أيوة. فيها صح. يبقى انا اهلته تربويا. صح. عشان يتعامل تربويا مع ده. كلام صح. ده بس كلام صح. بس لازم ابقى فاهم، انا مش بتكلم على ماده تعليميه فقط يا اخوانا، انا بتكلم على علم النفس التربوي ده صيغه عامه. ازاي يتعامل مع المرحله دي؟ بتكلم على لماذا نعلم، احنا بنعلم ليه؟ الفلوس اللي بندفعها انا بقول معلش هو الاستاذ محمد عايز حلول لان احنا خلاص داخلين عام دراسي بعد يا دكتور. ما هو برضه يا دكتور عارف الكلام اللي سيادتك بتقوله ده هتقوله امتى؟ لما نزلت هذه الاطروحات كاطروحات قبل ما تكون قرارات هتطبق. للاسف هقول لك بكل امانه، ما حدش استشارنا. اعتب على كل، مش لازم اجي لك استشيرك يا فندم، ابعت ورقه عمل. انا لو شايف اي حاجه تطور مهنه الاعلام، لما قالوا في حوار وطني رحت لنقابه الاعلاميين تطوع والله لنقيب السيد نقيب الاعلاميين وقدمت له ورقه عمل. بص بص ادخل وسمع ليا الراجل كويس جدا. ادخل على النت، ادخل على النت هتلاقي برامج وهتلاقي خطط وهتلاقي. طيب. استراتيجيات موجوده بس ما حدش بيطلع عليها. ما احنا مشكلتنا يا دكتور لو ما عملناش بايدينا يبقى كل اللي بيتعمل قدامنا وحش. بقولك بامانه عندنا مشكله في مصر في كل القامات الكبيره اللي فيها اللي بتنجح بره كتير قوي، ان احنا عايزين يكون جوه الموضوع يا اما كل اللي بتعمل واحد. لا بص انا دلوقتي طب خليني اسمع بعد أنا الفاصل. انا برفض اروح. هسمع بعد الفاصل، هسمع بعد الفاصل يعني. بعد الفاصل. بجد التحيه لحضراتكم مره ثانيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن عوده الامتحانات يا دكتور طلعت. نعم. للصف الثالث الابتدائي، يعني بحيث انه يتم تقييم الطلاب من سنه ثالثه حتى سنه سته ابتدائي بامتحانات بواقع ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد. ده انت بتشوفه ازاي؟ انا بشوف ده احد الضوابط.
اللي ما كانتش اللي كانت اتلغت بالمناسبه. هو بس بسرعه كده والله مش هدخل في حاجات كتير. يا اخوانا احنا لينا واقع معين، والناس بتوعنا عندهم ثقافه معينه، وبالتالي ما بيذاكرش حاجه الا اذا كان فيها امتحان. طب اتعمل ثلاث اختبارات يبقى فصل ممتاز، يعني سته يبقى جميل، ده كويس، ده هيساعد. ليه؟ لان انا السياق بتاعي ما حدش يقول لي اصل دوله فلان ما فيهاش امتحانات. انا عارف، ما خلاص احنا بنتكلم على واقعنا يا فندم دلوقتي. أنا عندنا ست اختبارات في السنه، احنا لينا سيستم معين. الطلبه بتوعنا ما بيذاكروش الا اذا كان في امتحان، وانا يا فندم بقول لك حتى لو في الجامعه فده كويس. كويس قوي، عندنا ست اختبارات في السنه، كل فصل دراسه ثلاثه. تمام ده مردوده ايه يا فندم؟ هيعمل ايه؟ مردوده انه غصب عنه هيذاكر، اللي هو هيخلي بقى الطالب طبعا يشتغل على نفسه اهو، هو كده، ويخلي بقى المدرس قاعد بيتابع مستوى الطلبة بتوعه. تمام، اهو هو ده. انما مش مجرد انه ايه اصل النموذج الفلاني، انا ماليش دعوه بالنموذج الفلاني. طيب. دكتوره مصريه، مناهج التعليم في المرحله الابتدائيه مطوره من رياض الاطفال حتى الصف السادس مش كده، وهتعتمد حسب الضوابط الجديده على المهارات الاساسيه، ده كان كلام جميل كتير عايزاه يبقى موجود. أيوة. والانشطه لاكساب التلاميذ المهارات وبناء الشخصيه. أيوة. اللي ست كنت بتتكلمي عنها. ايوه اتفضلي. أيوة. أجمل حاجة ويا رب نشوفها على مستوى عالي جدا الطالب في المرحلة الابتدائية من غير الأنشطة، من رياض الأطفال حتى ستة ابتدائي، من غير الأنشطة التربوية ومن غير تحفيزه ومن غير اللعب معاه ومن غير اعتبار عملية التعليم عملية لعب تعلم باللعب، مش هيتقدم. فالأنشطة التربوية بتسبب نمو الذكاءات المتعددة عند الطفل، وبتنمي شخصية الطفل مهاريا وقياديا. على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة، إن الأنشطة التربوية بتنمي مهارة القيادة من وهو طفل في رياض الأطفال. من وهو طفل. تأكيدا للكلام ده، إنه هنا إحنا بنتكلم على الأطفال، عمل الطفل هو اللاعب. يعني ما حدش يجي يقول انه الطفل اصله بيلعب لا، ده كده لاعبي، يقول لك ده لاعب، لانه بيكتسب خبره من خلال اللعب. وبعدين عندنا تعليم عن طريق اللعب، عن تعليم عن طريق الفن، تعليم عن طريق المسرح، تعليم عن طريق الرسم. فهنا انت بتتكلم عن ايه؟ هقول لك مفاجاه يا استاذ محمد. اللي يوجه كل ده ايه؟ حاجه ما بتحبوش تتكلموا فيها كتير قوي، اللي هي فلسفه التعليم. فلسفة التعليم بتكلم على مواطن، مش بتكلم على تلميذ. أنا عايز أكون مواطن يبقى عنده متعدد القدرات. ما هو ده كان سؤالي. طيب. للدكتورة. أيوة. في حاجة بناء الشخصية. أيوة. في حاجة اكتساب التلاميذ جميلة مهارات. أستاذ محمد، التعلم باللعب والأنشطة ده بينمي حاجة كان افتقدها المجتمع المصري كله، اللي هي روح الجماعة. صحيح. كل واحد يعمل لوحده تلاقيه يشتغل صح، تيجي تشغله في فريق عمل يتخانقوا. فندم في بينهم غيره. لما كان بتعمل لنا فريق الكشافه. أيوة. الجويه جوه المدرسه. ايوه بالظبط. وكنا بنتاخد كام طالب من كل فصل. نقول بس للناس ده بينمي روح الجماعه. أيوة. والعمل الجماعي، بيطلع مواطن يعرف يشتغل. ده كلام لاولياء الامور كمان. بالظبط كده. قبل المدرسه. بس عشان تقول لاولياء الامور، خلي بالكم يا اولياء الامور، في نوعين من المناهج. في المنهج الصريح اللي هو محطوط في كتب اللي بيتمارسوه في المدرسه، وفي منهج مستتر، في منهج خافي. يعني لما بنتكلم عن الانشطه، اما بنتكلم عن الانشطه فانت بتتكلم لعب العيال كره سله. انت عايز ايه؟ انت عايزهم يلعبوا كره سله؟ ممكن عشان ينموا المهارات. بتعلمكم رياضه؟ لا، بس في حاجه بقى، بيتعلم الجماعيه والتعاون من خلال طبعا. كره السله. صحيح، نفس الكلام اللي قالته. لانه لا، التطبيق بقى. لعبوا كره سله، قانون كره السله، لو اللاعب احتفظ بالكوره مده معينه بتروح له الخصم. فغصب عنه هيبقى يتعاون غصب عنه دون ان انطق بكلمه الجماعيه. ده اللي اسمه المنهج الخفي. طيب يا دكتورة، هو ده اللي المفروض نقوله. طب حضرتك ما كنتيش خلصت كلامك في هذه الجزئيه، ان هو اللي بيحصل ده والجماعيه بينمي روح الجماعه، بيعلم الطفل ازاي يشتغل في وسط فريق عمل جماعي. اللي بيفتقده المجتمع، هيطلع مواطن بيعرف يعمل في جماعة. أيوة. وده شيء مهم جدا. أيوة. بيعلم صفة القيادة. أيوة. الطفل من هو، احنا مفتقدين صفة القيادة. صحيح. الطفل من هو صغير، العمل بالأنشطة ده بيعلمه روح القيادة وصفة القيادة. بيعلمنا احنا كأولياء أمور ومعلمين ان احنا نكتشف مهارة كل طالب. عارفة يا دكتورة، لما كان بيبقى عندنا الفرقة الموسيقية بتاع المدرسة. ايوه.
الفرقه الكشفيه بتاع المدرسه، ايوه الفرقه الكوره بتاع المدرسه، أيوه. بتاع القدم، بتاعه الطايره، بتاع السله، بتاع الكاراتيه، كل ده كان الحقيقه بيربطنا كطلبه او كتلاميذ بالمدرسه، ان احنا عايزين نروح نبات في المدرسه. وده كان سؤالي بقى، الطالب بيقعد في المدرسه اكتر ما بيقعد في البيت، ازاي يبني علاقات قويه وفعاله بين زملائه وما بين المعلم بتاعه؟ دور رائد الفصل، دور المعلم. عشان كده انا عايزه ادرب المعلم ازاي يربط الطالب بزمايله وبالفصل. دور رائد الفصل مهم جدا جدا جدا، زي ما قلت ان هو بيكتشف المهاره، هيقدر ينمي روح الجماعه وروح الترابط ما بين الزملاء. ازاي كل اسبوع كل طالب وانا كمعلم يجيب حاجه حلوه ونفرق على بعضنا. بص، حاجات بسيطه قوي طبعا، بس بتنمي قيم جميله قوي. كان عندنا الاستاذ محمود مديان الله يرحمه، ده كان مدرس الابتدائي بتاعي في اللغه العربيه، كان يجي معايا البونبوني ايوه كلهم في جيبه كده، في جيب الجاكيت طبعا، ويوزع علينا واحد واحد، وخاصه بقى اللي بيجاوب يا ممكن يجيب له سندوتشات على حسابه. هنا هنا ليه انت عايز انه يبقى المدرسه مكان محبب صحيح للطالب، مش 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 عقاب صحيح. هنا عارف امتى؟ انا هقول لك، واحنا في عمان، واحنا في عمان كنت عامل لهم دوره بدرب، بس هم هناك بتاثروا قوي بالعمليه التعليميه في مصر بالمناسبه. اتفضل يا فندم. اما هو كل حاجه يقول لك مصر اللي عاملاها، يعني حتى لو فشل فهنا هنا كل حاجه يقول لك مصر. فاحنا احنا كمصر كنا هناك بدربهم الصبح وبعض الظهر بجيب طيب. اولياء الامور. خلينا نتكلم عن مصر. حاجه تخرج من برنامج يا استاذ محمد، انا بنادي بيها، تطبيق المنهج المحوري. ايه المنهج المحوري ده؟ بص يا استاذ محمد، المنهج المحوري ده منهج بيدرس في الجامعات في علم المناهج. تمام؟ باختصار، نص اليوم مواد نظريه ونص اليوم الثاني انشطه تربويه. دي بتوفر معاك كثافات للفصل والاول تحت الاربع حصص الاولانيين في المجال الزراعي مثلا، بيدرسوا زراعه والعاب وموسيقى او المجال الصناعي. كنا بنتعلم اللي هي الفصل الطايه، ازاي نعمل المربى اللي بنسميه ازاي نعمل الحلاوه التحليليه في المجال الزراعي بجد. بعد كده الفصل نروح نجرب ده في بيوتنا كمان، نفس الفصل ده بقى هيطلع فوق الاربع حصص الاخرانيين وينزل الفصل الثاني تحت يمثل الانشطه التربويه. هتلاقي الطلبه كل يوم في المدرسه، الطالب في حصه الفصل اللي رايح حصه التربيه الرياضيه ما بتلاقيش غايب حد، خلي يجوا كلهم يحضروا، خلي الناس اللي في الوزاره يرجعوا المسابقات اللي بين الفصول وبعضها، في الكوره، في المسرح، كنا بنلعب بعض، في الفن، في الاناشيد، في الثقافه، في الصحافه. يعني مطلوب ان احنا نرجع المسابقات المدرسيه مره اخرى، والانشطه التربويه كلها ترجع بكثافه. الهدف ايه؟ الهدف ايه؟ عشان يبقى المدرسه مكان محبب، مش مكان العيل بيروح الصبح وهو متضايق، مش 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 حاجه روتينيه. لا انا محتاج اروح المدرسه عشان انا حابب اروح المدرسه. انا كنت هقول لك مثال وقلت لي خلينا في مصر، لا انا هقول لك في عمان. في عمان انت متاثر قوي بالتجربه العمانيه جدا، لان انا كنت مسؤول عنها. انا كنت مسؤول عنها. فكنا بنعمل ايه؟ انه لازم يبقى في الانشطه والدورات وكل، وبالتالي الولاد لما كانوا بيجوا الجامعه كانوا بيبقوا فرحانين. اليوم اللي ما فيهوش انشطه بيبقى يوم حزين. ما هو ده كان في مصر زمان. طب ايه اللي بنقول ان هو يرجع بالظبط؟ ما احنا عمالين نقول والله قلناه، هو بس يرجع. قلت وانا قلت امال احنا اتربينا ازاي يرجع يا فندم؟ كلنا عملنا الكلام ده خطا. انا مش صغير في الخمسينات بصراحه، وبمنتهى الواقعيه النهارده كل الطلبه اللي في التربيه النوعيه اللي هم مدرسين الانشطه بيتخرجوا ويسافروا على بره. من الاخر خلينا نرجع تاني تكليف رسمي نستفيد بيهم، تكليف رسمي من كليه التربيه لما يتخرج، سنه عدم الخروج من مصر، سنه سنتين خدمه عامه، خدمه عامه بالظبط، يدخل يشتغل انشطه في المدارس عشان نحافظ على شبابنا اللي هم مجرد ما بيتخرج بيسافر بره. تيجي تدور على مدرس ما ياخدش تصريح السفر الا اذا كان قد الخدمه. تيجي تدور على مدرس موسيقى ما كان كده. ما ده انا بقوله هو قانون، نرجعه بقى كان في قانون بتاع الخدمه العامه. فابسط حاجه بدل ما اذا احنا بنطالب لخريج التربيه، المشرع لخريج التربيه، المشرع ان يعود مره اخرى بموضوع التكليف، التكليف الرسمي او التكليف الخدمه العامه لخريجين كليات التربية تحديدا. تمام. ما يخرجش بره مصر الا بعد ما يخدم في مصر سنتين على الاقل. طيب يا دكتورة، زي ما في طلبة متفوقين في طلبة ضعاف، اكيد بيواجههم صعوبات. ازاي اقدر اساعدهم يعني ان هم يواجهوا هذه الصعوبات؟ بص يا استاذ محمد، لو في طالب ضعيف في المدرسة او في الفصل يبقى احنا السبب. لان ربنا ما خلقش حد ضعيف.
يبقى احنا ما اكتشفناش ان ده ضعيف. احيانا الطفل بيكون ضعيف لان سمعه قليل، ما بيقدرش يسمع المدرسه كويس. بس ده مش احيانا مش عممه يعني انا بضرب امثله. احيانا بيكون الطالب عنده استجماتيزم، عنده استجماتيزم مش شايف. ما في فروق فرديه يا دكتور. الطلبه الضعاف بقول لك الدكتور في فروق فرديه، ما احنا بقول اهو، فلازم يبقى نكتشف فيه. لازم يبقى فيه يا فندم. انا بتكلم والله. اتفضلي. نكتشف الطلاب الضعاف يا استاذ محمد، ودي مهمه المدرس. ونعمل لهم برامج تنميه قدرات للطلاب الضعاف على الخصوص. أيوة. ومش عيب ان انا اجمعهم مع بعض واعمل لهم. في طالب خد بالك ضعيف عشان هو ما بيحبش التعليم اساسا. بالظبط. ما هو ده، ما انا بقول ازاي اربطه بقى واحببه. نكتشف في مدرسه علم نفس او ما يروحش الاخصائي الاجتماعي اللي موجود ما يروحش يعني هو ضعيف. طيب. في ماده ضعاف في ماده بيتجمعوا. امال انا بقيت في المدرسه يعني؟ لا لا، هياخد حصه زياده. المجموعه دي تاخد حصه زياده. بس غير مدفوعه الاجر. ما هو مفيش حد هياخد منه حاجه. ايه النصايح اللي حضرتك بتقدمها للطلبه الجدد واهاليهم؟ انه انت في واقع موجود، عليك انك تتقبله وعليك انك تتعامل معاه. وده درس ليك في حياتك. هو معقول يا فندم هكلم طالب عيل في ابتدائي اقول له في واقع؟ ده كلام كبير قوي. خلاص ولي الامر اقول للطالب ده ايه؟ يعني انت داخل على المدرسه ايه المطلوب منك كطالب؟ الطالب المفروض عليه انه يلتزم باللي هيقوله له ابوه والمعلم بتاعه بس. والاهالي ما هو ابوه والاهالي نقول لهم ايه؟ الاهالي نقول لهم انه الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه، انه في تغييرات حصلت واحنا المفروض ان احنا نمتثل اليها ونتعامل معاها. اشكرك دكتور طلعت. دكتورة كلمة أخيرة أقول إيه للطلبة وللأهالي؟ الأهالي الأم والمدرس. الأم لو سمحتي بدل ما عجالة. بدل ما توضبي التلاجة والسندوتشات اقعدي جنب ابنك وعرفيه إن هو رايح المدرسة. وده شيء جميل وأنا عايزاك متفوق وكل حاجة أنا متقبلها منك. دي الأم. الأب لازم تحسس ابنك إن هو إن أنت عارف إن هو داخل على مدرسة. وتديله نوع من الهدوء النفسي ليه، وتقول له حاول إن أنت تتقبل كل اللي بيحصل لك في المدرسة وتعالى احكي لي على اللي بيحصل. المدرس في عجالة. المدرس في عجالة يا فندم. أنت معلم. مخرج على أنت وداني معلم والله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جئت معلما، فلو سمحت كن قد هذا الكلام، كن معلما تربويا وأب داخل المدرسة، لأنك بتؤدي رسالة. أنا بتؤدي رسالة. كون قد الرسالة. أشكرك دكتورة حسينة نورتينا. أشكرك دكتورة نورتيني. أشكركم مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. حاولت بقدر الإمكان إن أنا أطرح الموضوعات بشكل الحقيقة نوصل فيه إزاي ننجح العملية التعليمية، وهذا كل هدفي الحقيقة. أشكركم وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من خط أحمر. كنت معكم محمد موسى. تصبحوا على كل خير. السلام عليكم.